معجم الغيبة والظهور. يخطئ كثيرون من غير الشيعة الإمامية عندما يظنون أن غيبة الإمام عليه السلام تعني عدم وظيفته ومنفعته. ففي عقيدة الشيعة أن للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وظائف جمة عصية على التتبع والإحصاء، ومن بين تلك الوظائف تسديده للأمة كي لا تجتمع على الضلالة. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لا يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان، فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإذا نقصوا أكمله لهم. فقال: خذوه كاملا، ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم ولم يفرق بين الحق والباطل. ولذا ينقل عن بعض الأعلام، وهو الميرزا مهدي الأصفهاني قدس سره، أنه كان ردحا طويلا من زمانه مشتغلا بعلوم الفلسفة وشبيهاتها، وهو الذي وصل إلى قممها ونهاياتها، لكنه ساورته الشكوك في مدى ملائمة تلك العلوم لمعارف أهل البيت عليهم السلام. وقد آل الميرزا على نفسه بعدم الرجوع لتدريسها حتى يبين له صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف صوابية هذه العلوم من ضلالها، فكان أن التزم بمسجد السهلة 40 أربعاء حتى ينقل عدة ممن رأوه أننا كنا نرى بلل دموعه في موضع سجوده من شدة بكائه وتضرعه إلى الله. فلما أن قرب ميعاد ربه، وبينما كان في زيارته لمقبرة وادي السلام بالقرب من مقام نبي الله هود وصالح عليهما السلام، وإذا به بشخص عليه هيئة الصالحين وهيبة الأولياء يسطع النور من وجهه، يناديه باسمه واسم أبيه، يقول الميرزا: فالتفت إليه وقد أخذني جمال وجهه وبهرتني هيبته وتلجلج لساني في مخاطبته، وإذا في كفه ورقة تسطع منها كتابة بحروف من النور الأبيض كنور الشمس: طلب المعارف من غيرنا مساوق لجحودنا، وقد أقامني الله
وأنا الحجة ابن الحسن. يقول: وما إن أتممت قراءة ما كتب حتى غاب عن ناظري، فأخذت أبكي وأدور كالثكلى، كالثكلى التي قد نزل بساحتها المقدور لفقد سيدي ومولاي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلفظ الميرزا من فورها تلك العلوم الدخيلة، وناقض مطالب الفلسفة وشبيهاتها بآيات من القرآن الحكيم والسنة الشريفة الواردة عن أهل العرفان الحقيقيين أهل البيت عليهم السلام. وقد أكدت روايات الأئمة عليهم السلام على ضرورة أخذ العلوم منهم وحدهم، وذلك لأنه لا تسلم علوم غيرهم من الكدور والخطأ والضلالة. قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا، فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.